محمد البعلي مدير إدارة الطاقة للنشر. المشاركة في الفن ميدان بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من دور النشر هي مساهمة في تنمية النشاط الثقافي في الفعالية. احنا شايفين ان فعالية زي دي بتعمل مساحة تنفس مهمة جدا على اطراف وسط البلد وعلى اطراف الاحياء الشعبية، بتسمح للناس بالتفاعل مع الثقافة في مناخ مفتوح غير مناخ المسارح والمكتبات والاماكن المغلقة. وبالتالي احنا شايفين من المهم في مكان ان الفعالية دي تستمر، وده رؤيتنا الأساسية من اشتراكنا فيها انه نقدر ندعمها بحيث انها تقدر تستمر وتقدر تقدم للمجتمع وللشباب وللأحياء الشعبية متنفس مهم ثقافي فني يقدر يساهم في تغيير ما في طويل الأمد للمجتمع. ما